تفاصيل اكتر عن نادي طلائع الجيش. خلينا دلوقتي نساب التليفون من كابتن احمد صالح نجم نادي الزمالك السابق والمدرب العام لنادي طلائع الجيش. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا استاذه مها، وتحياتي لكل الساده المستمعين. يعني احنا التحية طبعا بنوصلها لحضرتك، وبحيي حضرتك عامل مجهود جبار دايما يا كابتن. حضرتك بصراحة يعني بتضع لمساتك على اي فريق، دايما اي فريق حضرتك بتعين فيه لتدريب الفريق، لا حضرتك دايما بصراحة بتفاجئنا. يعني ربنا يخليك يا استاذ مها. هو بصراحة كابتن عبد الحميد بسيوني اشتغل الفترة اللي فاتت بشكل كويس نفسيا، اشتغل مع لعبة نفسي كتير جدا، اشتغل عملي في الملعب، اشتغل الجزء التخصصي الهجومي والجزء الدفاعي، يعني اشتغل كل التفاصيل الحاجات اللي كانت مطلوبه في التوقيت ده. ويمكن اللعيبه بتحبه جدا ان هو كان شغال هنا قبل كده، كان في مجموعه كانت معاه لسه كانت موجوده، اللعيبه الكبيره اللي موجوده. فاعتقد الجهاز او الكابتن باسوني قدر يحط قدرتوا تشكلوا ثنائيه عظيمه جدا الصراحه، كل الناس بتتكلم عنها. يعني قد ايه برضو مستوى فريق طلائع الجيش اختلف تماما جدا بعد ما يعني اضعتوا لمساتكم عليه؟ يعني كابتن باسوني غير طريقه اللعب ولعب لعيبه ما كانتش موجوده، يمكن دي خلت شويه في ثقه عند اللعيبه ان احنا عايزين نجيب هدف الاول. ان الاول كان بيلعبوا خمسه لكن احنا لعبنا اربعه من ورا، اثنين مساكين بس، يعني ما بقاش ثلاث مساكين. ويمكن دي ادت مردود شويه للعيبه ان احنا لا، لازم احنا يبقى عندنا احنا ثقه، لازم احنا نجيب الاهداف الاول، مش نستنى يجي فينا هدف او ان احنا ندافع ناخد بونت، لا احنا بنلعب على الثلاثه بونت كل الماتشات اللي جايه. ويمكن كان في توفيق من ربنا، كان في اداء ونتيجه الماتشات اللي فاتت كانت سموحه اول ماتش لينا، وان احنا متسيدين المباراه بشكل كويس جدا. نادي الاسماعيلي الشوط الاول كان نادي الاسماعيلي طبعا فريق كبير على ارضه، بقى صعب جدا جدا، واحنا الشوط الثاني كنا احنا لنا الافضليه مع التغييرات اللي حصلت. يمكن كان لنا التوفيق احنا في النهايه ان احنا ناخد الثلاثه بونت، وكانوا ثلاثه بونت مهمين جدا جدا رفعونا في الجدول، فيمكن دي خدمتنا شويه. لكن احنا لسه في الموضوع لسه صعب جدا جدا، عندنا سيراميكا واسوان وبيراميدز، يعني فماتشات ثقيله جدا جدا، والناس معانا بتصارع معانا على المراكز الهبوط يعني. فلسه في كلام كبير جدا في الحته منطقه الهبوط، يعني من اول سموحه وانت نازله كده تلاقي كل ده موجود لسه في المنطقه، يعني يمكن ده حلاوه كره القدم. يعني دي حقيقه ان تفضل لسه بقول يا كابتن، دايما تلاقي في صراع برضه حتى الاسابيع الاخيره كمان من الدوري. ولكن حضرتك ذكرت دلوقتي ان في مواجهات قويه جدا، يعني في سيراميكا وفي اسوان، ولو هنتكلم برضه عن المواجهه الجايه مع سيراميكا، سيراميكا برضه فريق منظم، كورته حلوه، بيذاكروا كويس جدا، برضه مش من الفرق اللي سهل ان احنا ندخل نخطف منهم الثلاثه بونت. يعني ازاي بتستعدوا كمان للمباراه دي؟ لا، سيراميكا عندها فريق مميز جدا جدا، عناصر فرديه كويسه جدا جدا، لكن ما بيحالفهمش التوفيق من بدايه الموسم عشان هم في منطقه الهبوط، لكن هم فريق قوي جدا، معمول فرقه كويسه، لكن التوفيق وعدم التوفيق بيبقى يعني في مدرب ممكن يبقى مش موفق، مدرب بيبقى موفق، لكن هي ليها علاقه بالافراد اللي عندك. لا، هم عندهم افراد مميزه جدا جدا في كل الخطوط، يعني خط الظهر عندهم ناس مميزه جدا زي رجب وبيكهام، وعند يعني كمان في نص الملعب محمد ابراهيم، ده من افضل صناع اللعب اللي في الدوري المصري حاليا يعني. لكن التوقيتات عندهم او النتيجه في نهايه المباراه بتبقى مش لصالحهم، لكن فريق كبير وفريق صعب جدا جدا، لعبناه قبل كده كتير في الملعب بافراد ثقيله جدا جدا يعني، لكن هم عندهم حته النتيجه في النهايه هي كره القدم نتائج يعني، لكن هم بيأدوا اداء مميز جدا داخل الملعب. كل الخطوط عندهم لعيبه كبيره ولعيبه تقيله في الملعب، يعني في بعض الفرق بتلعبيها لا بتبقى مطمنه مش هيجي عليكي هجمات كتير، مش يعني لعيبه فرقه متوسطه، لكن دي فرقه تقيله رغم ان هي مكانها في الجدول مش مظبوط يعني. كابتن برضو عايز اكلم حضرتك في انت حضرتك توليت المهمه مع الفريق، برضو الوقت كان ضيق جدا جدا جدا، ازاي قدرتوا تستغلوا كمان فتره التوقف بالمباريات الوديه؟ يعني كلمنا كمان ده ازاي ساعدكم في يعني اعاده يعني هيكله الفريق. لا، احنا عملنا ماتشين وديين وبنشتغل من وقت ما خلصنا ماتش الاسماعيلي على طول،
بنجهز كل الناس اللي بره، لان احنا هنحتاج ناس من اللي بره. وفي فعلا الماتشات الوديه خدمتنا كتير جدا جدا، لان احنا عرفنا ان في ناس موجوده لعيبه مميزه، ممكن هتلاقي في ناس منهم قاعدين احتياط الماتشات اللي جايه، وده اللي احنا كنا عايزينه من الماتشات الوديه، ان انت بتلعب كل الناس اللي ما لعبتش، بس لعب كل الناس اللي ما شاركتش قبل كده. ف يعني ادي استماره ببعض اللعيبه اللي ممكن تحتاجيها الفتره الصغيره اللي جايه دي كمان، لان احنا عندنا اي لعيب ممكن تحتاجه دقيقه، تحتاجه 5 دقائق، لازم يكون على مستوى المسؤوليه ومستوى الضغط العصبي الرهيب اللي احنا موجودين في الفتره الاخيره دي. لان لو لعيب ما عندوش الحته النفسيه دي، او ان هو يقدر يستحمل الضغوط النفسيه والضغوط الاعلاميه الفتره دي، هتبقى في مشكله بالنسبه لنا احنا كجهاز، لان هو مش هيأدي بالشكل المطلوب. لازم يكون لعيب واثق في نفسه وواثق في امكانياته بشكل كويس، حتى لو ما شاركش في اول السنه، لان انت ممكن تحتاجيه فترات بسيطه الفتره اللي جايه يعني. برضو عايزة يعني نستكمل الموضوع، ان المباريات الودية برضو بتأهل كتير جدا للمباريات اللي جاية، بتبقى مستعدة بشكل كبير زي ما حضرتك ما قلت، بقدر اكتر من لعيب ان انا استفاد منه، اكتر من لعيب ان انا اشوف مستواي وقف لحد فين. عشان كده عايزة اتكلم مع حضرتك، استعديته ازاي من خلال المباريات الودية دي لمواجهة البنك الاهلي في مباراة الكاس، خاصة ان مباراة الكؤوس لا تقبل القسمة على 2، هي يا المكسب يا الخسارة. خلينا نتكلم ان البنك نفس امكانيات سيراميكا، يمكن احنا محظوظين ان احنا نلعب البنك الاهلي، هو نفس التجربه بتاعت سيراميكا في الامكانيات، اللعيبه والامكانيات الماديه هي نفس التجربه بالظبط يعني بالنسبه لنا احنا بنشوفها كده. فنص ملعب هنا نص ملعب تقيل، الحته اللي فوق ان كان الفراوده والاجنحه كان خط الظهر كامل، لا فرقه البنك الاهلي فريق محترم جدا وعنده عناصر مميزه جدا جدا. احنا بنستعد للمباراه زي اي مباراه، بناخدها بجديه جدا، مفيش هزار في التمرين في المعسكر في الشغل، في حزم بطريقه غير طبيعيه، يمكن ده هيأدي بيك ان انت تقعد في الدوري، وده اللي احنا عايزينه، بس ان احنا نقدر نقعد في الدوري الماتشين اللي جايين، ناخد الماتشين اللي جايين ان شاء الله باذن الله، نبقى ارتحنا شويه على مباراه بيراميدز يعني. يا رب كده ان شاء الله، زي ما احنا ماشيين في التمرين، كابتن بسوني بيعمل محاضرات كتير، بيشتغل كتير، بنشتغل في الملعب شغل البرنامج بتاعنا الطبيعي، لكن نتمنى بقى توفيق ربنا معانا كمان في الماتشين اللي جايين، عشان نقدر نقول ان احنا قد المسؤوليه ان شاء الله باذن الله، رغم ان هي كانت التوقيت صعب جدا جدا بالظبط، ومدربين كتير رفضت التوقيت نفسه، لان الترتيب نفسه قال لك بنسبه كبيره الجيش نزل يعني. لكن هي انا بحيي بسوني على ان هو وافق ان هو يمسك في التوقيت ده، لكن ده طبيعي، ده النادي بتاعه. ونادي ان هو قوات مسلحه، الكابتن بسوني طول عمره في القوات المسلحه، وانا 11 سنه منتخب عسكري، فالمكان ده برضه انا قعدت فيه 11 سنه، فاعتقد ان ما تقدريش تقولي لا مع يعتبر كبيت كابتن بسوني يعني. وخاصه يا كابتن يعني منذ توليكم المسؤوليه بصراحه، وانتم على قدر كبير جدا من الثقه، وفعلا نادي طلائع الجيش بيقدم حاليا مستويات عاليه جدا، وان شاء الله تجنوا ثمار هذا التعب. عايز اسال حضرتك، ان اكيد حضرتك عارف يعني ان في كلام كتير بيضم احمد سمير لنادي الزمالك، يعني كلمنا من موقف النادي من هذا التعاقد. لا احنا ما نعرفش حاجه خالص عن الكلام ده خالص، يعني احنا مركزين في شغلنا بس. حتى كابتن بسوني اتكلم مع اللعيبه وقال لهم اللي عايز يمشي هيمشي، اللي عايز يقعد هيقعد، بس اهم حاجه قعدونا في الدوري. ادي اللي عليك، اعمل اللي عليك، وبتاع بعد كده بعد ما نخلص الثلاث ماتشات اللي جايين، كل واحد عايز يجيب عرض، عايز ما حدش يقف في طريق حد، تعالى قعدنا في الدوري الاول وتعالى، ودي فعلا ما عندناش مشكله فيها خالص يعني. بالظبط، يعني كنت لسه اسال حضرتك، لكن النيه موجوده يعني الميركاتو، طبعا حضرتك عارف ان كل الانديه دلوقتي بتبدا ان هي تحط عينها على اللعيبه اللي بتقدم اللي قدمت مستوى جيد طوال الموسم للتعاقد معاهم، ولكن النيه موجوده ان لو الزمالك عايز احمد سمير يعني مش هيبقى فيه رفض في الموضوع، او هيكون في تعاون ما بين الناديين. لا هي حته ان اللعيب يمشي او يقعد دي تبقى من خلال مجلس اداره، وهنا مجلس اداره بيتمثل هنا في اللي هو عبد الجليل واللي هو ايمن، ودول عاملين دور كبير جدا جدا معانا احنا كجهاز، موفرين كل شيء للعيبه، موفرين كل شيء للجهاز، ناس بيشتغلوا باحترافيه جدا جدا، ناس محترمين كمان لدرجه عاليه جدا جدا، لكن اهم حاجه احنا فنيين بنركز في النواحي الفنيه. اما حته ان احنا نقعد وكابتن بسمة لهم قعدونا في الدوري، نقعد في الدوري الاول بعد كده اي حد عايز اي حاجه تعالوا نقعد، تعال اللي عنده حاجه يجي يتكلم معايا، نروح لمجلس اداره، التفاوض بقى بيبقى من خلال مجلس اداره، لعيب يمشي لعيب يقعد،
وبعدين مفيش نادي بيقف على لعيب ايا كان اسمه وتاريخه. هي اهم حاجه انت الجهاز بيختار لعيب يعني اللي هو يتراءى منه ان هو يقدر يفيد النادي اللي هو شغال فيه بشكل كبير. اهم حاجه اختياراتك انت، لان اختيارات اول الموسم هي اللي بتخلي النادي يمشي بشكل كويس او يبقى فيه تعثرات. يعني لان في بعض الناس بتختار لعيب كويس لكن ما بيختارش اللي بيأدي المكان كويس. فاهماني يعني ايه؟ يعني أيوه. ممكن اختار راس حربه، في مدير فني بيختار راس حربه عنده سرعات ويجيب ثلاثه شكل بعض، ثلاثه راس حربه هم بس هم كويسين. لكن انت عندك بره ارضك تبقى عايز عنده السريع، بيبقى عايز تعمل الهجمه المرتده عليه في على ارضك، تبقى عايز لعيب كوره لو انت هتشتغل أيوه. في معينه. يعني التفاصيل نفسها واحد ثاني، التفاصيل نفسها بتختلف من كل مدير فني هو هيوظف ازاي الصفقه اللي هتكون معاه. تمام بالظبط. أنا بشكرك جدا كابتن أحمد صالح لاعب نادي الزمالك السابق والمدرب العام لنادي طلائع الجيش، بشكر حضرتك جدا على كل هذه التفاصيل الكافية والوفية.